مساء الخير على حضراتكم، مساء الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. يوم جديد من أيام البيت الكبير، زي النهاردة من 37 سنة كان يوم العزة، يوم الكرامة، يوم حرب أكتوبر المجيدة. بنقول لكل الناس كل سنة وانتم طيبين، ويا رب إن شاء الله تكون مصر في كل أمان في كل زمان. إن شاء الله مصر دايما آمنة. والنهاردة في البيت الكبير عندنا كواليس كتيرة جدا، عندنا أبطال حرب أكتوبر العظيمة. إن شاء الله تكون حلقة مميزة معانا النهاردة في البيت الكبير. مساء الخير يا سام. مساء الخير يا كابتن هاني، مساء الخير على جمهور النادي الأهلي العظيم، مساء الخير على شعب مصر العظيم في يوم عظيم زي النهاردة 6 أكتوبر 1973، يوم العزة، يوم لا ينسى في حياة الشعب المصري ولا الوطن العربي، يوم بيمثل نقطة التحول، يوم استعادة الأرض والكرامة، يوم تاريخي لأبطال مصر. النهاردة حديث من القلب وكلام كتير جدا مع اتنين من ضيوفنا اللي هيشرفونا في آخر فقرة، علشان هنتكلم عن قصص وحكايات طلعة من قلبهم شاهدين على العصر. اللواء أركان حرب علي حفظي، مساعد وزير الدفاع ومحافظ الشمال سيناء الأسبق، ولاعب النادي الأهلي الأسبق، وأيضا اللواء أركان حرب مجدي أحمد شحاتة، أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة. طبعا هيكون مشرفنا طبعا قبل الفقرة الحوارية اللي فيها قصص الحقيقة تستمتعوا بيها جدا جدا، ولها مذاق الحقيقة يعني من نوع خاص. أنا وسيادة اللواء علي حفظي كنا بنتكلم من شوية قبل ما نطلع على الهوا هنا، كان بيتكلم، هو سمعني دلوقتي قاعد منتظر الفقرة دي، قاعد بيتكلم كلام من قلبه، بيحكي لي ازاي بطل كورة علشان يخدم الشعب المصري ويخدم بلده ويخدم أرضه. هتستمتعوا بحكايات جميلة جدا، أرجوكم تابعونا.